كم تقدير صندوق النقد الدولي لهذه الشراكة وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار مصر وتطورها وتنميتها الاقتصادية؟ لقد عرضنا لهذا الدعم في أبريل عندما اتخذنا قرار زيادة برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث أدركنا أن الظروف قد ازدادت صعوبة ليس بسبب خطأ ارتكبتموه ولكن بسبب الظروف في المنطقة. أيضا قمنا بذلك لأننا أدركنا الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل، وذلك من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد. أولا، انتقلت مصر إلى نظام مرن لسعر الصرف وتمكنت من التخلص من التراكمات، وبالطبع هنا أود أن أثني على جهود السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في هذا الصدد. ثانيا، مصر زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو فرص العمل، وهذا من الأهمية بمكان إذا ما أردنا أن نمنح الفرص للناس وخاصة للشباب، الشباب المصري. ثالثا، مصر عززت من الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق الانتهاء التدريجي من الدعم الحكومي، وذلك من أجل أن يكون الدعم الحكومي المتبقي موجها لمن يحتاجونه بالفعل. هذه التحركات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته وتعزز من الفرص المستقبلية، وأيضا الكثير منها أظهر نتائجها على الأرض بالفعل. النمو ارتفع للعام المالي 25، نتوقع 4.2% في مقابل 2.4% في العام الماضي. التضخم ينخفض، وصل إلى 37% العام الماضي، والآن وصل إلى 25 أو 26%، ولكن يوجد اتجاه لخفض ليصل إلى 16 أو 17% بنهاية العام المالي. وهذا مهم جدا للجميع، ولكن خاصة للفقراء وللطبقة المتوسطة في مصر. وبالطبع تراكم الدين قد انخفض، وذلك يعني أن مصر قد أصبحت أكثر أماناً في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.